طيب قل لي حق موضوع ابوك. يوم ما كنت بتشتري تبزر الحليب من البقاله. لا الله يرحم الوالد. الله بالله عليك بالله عليك. لا مش حاليه والله. لا لا هي حاليه والله اني حاليه قوي. عاد كم بادع بس كان يهرب من المدرسه. خليه يدي اياه. أمان والله يا استاذ انه يحرج. لا والله ما يحرج والله اني حاليه قوي. حق الحليب اني يدوب. قال ابو ملم الجريد كل يوم كل يوم. كنت اجي وقد انا احرف وانا صغير. انا صغير كيف افعل ما بالزلط. اسلح عند صاحب البقال معنا حساب عنده حق ابي. يا اخي ادي لي واحد ندوق. قال ايش تون ندوق؟ واسر ابز من البقال واسر اصرعه في البقاله الثانيه. وابز الزلط ورجع على اساس للبيت. ما جاء ثلاث ايام الا قد اشتريت ندوق ثاني. اشتريت ندوق ثاني قدوف. قلت قدي من مره. يا بيت يا الحين صاحب البقالة شنو اللي يدوب في الشهر هذا ليش؟ ما به سامع هذا احنا اربعه في البيت. قال هذا صلح جاء جر اثنين. اثنين جاء عندي. وقع لي ما قصر الله. الله يرحمه. لا كان شديد. اوه كان شديد. كان بعد ما يمزحش في الفن ولا الغناء ما يمزح. كان سميع 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 من الدرجة الأولى. اوه ابي من كان طبعا كان ما كانش من الذي يشجعني ولا يقول لي ما شاء الله ابني قوه ولا ولا هذا عنده ما بجناين ولا يقول لي ما يعجبش احد. ما يعجبش احد صدق والله ما يعجبش. اشتي التراثيات القدام القدام وذا وذا ما تديها زي ما هي. ايه مشكله حلوه. هو اشتي حتى لا اديت غناء جديد اشتي جديد كلام راقي باسلوب جديد. نعم نعم كان متذوق صدق والله متذوق ولكن العصر غير العصر والناس تغير. طيب موضوع الاستاذ عبد الرحمن. طبعا تحياتنا للاستاذ عبد الرحمن. تحيه يا شباب. واستاذنا يعني استاذنا استاذنا صدق عبد الرحمن استاذنا واخونا الكبير فعلا والله وفنان لا يعلى عليه استاذ. الله يفتح عليهم. كم جلست معه؟ تعلمت منه خيرات يا صلاح؟ انا جلست عندك كثير. عمي عبد الرحمن هو من الذي يعني ابي وعمي عبد الرحمن اللي ربوني. يعني في الموضوع الغناء من كنت بتقتدي؟ موضوع الغناء طبعا عمي عبد الرحمن شويه. عمي عصام كله شوية. ما شاء الله اساتذه انت طبعا. صلاح من اسره فنيه بس مش الجيل الذي قبلنا الجيل اللي قبل من انا يمكن رابع جيل. انا رابع جيل. بيت الاخفش فنان من ايام من الامام قاسم. من قاسم الاخفش اللي هو الجد الاكبر اللي نعم قدر. ابو محمد قاسم. هو ابو محمد قاسم صح؟ ابو محمد قاسم. الله يرحمه عمي محمد. كان مبدع كان نعم. مبدع المهم اسره الاسره الاخفشيه. نعم هي الاخفشيه مدرسه اخفشيه مدرسه اخفشيه صدق الله.